النهارده هنتكلم على الجزء بتاع الدرس الاول في الوحده الاولى بعد ما كنا خلصنا الوحده التمهيديه. هنتكلم النهارده على الدوله وتعريفها وانواعها. فاول حاجه بنتكلم عليها الدوله، وده اساس الجغرافيا السياسيه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. لما اجي اتكلم على كلمه دوله يعني بقول دي وحده سياسيه بالمصطلح الجغرافي ليها، وده بيبقى ليها سياده وانظمه وقوانين خاصه بيها. يبقى لما باجي اعرف مفهوم الدولة، هي وحدة سياسية بتاخد مساحة من سطح الارض فيها ناس عايشين فيها وفيها سلطة بتحكمها اللي هي الحكومة، ودي بتدور او تدير شؤونها الداخلية والخارجية. الشروط الاساسية لقيم اي دولة وجود الارض والشعب والسلطة، ودي الاركان بتاعة الدولة. طيب لما نيجي نقول ايه الفرق بين الدولة والامة؟ طبعا الدولة احنا اتكلمنا عليها. طب الامة؟ قالك دول برضو مجموعة من البشر وبيعيشوا على مساحة من الأرض، بس دول ليهم فترات زمنية طويلة وتربط بين أفرادهم بعض الروابط المهمة زي الدين، اللغة، العادات والتقاليد، التراث، التاريخ المشترك، دي كلها موجودة في الأمة. ممكن تكون الأمة بتتكون من عدة دول، وممكن تكون بتتكون من دولة واحدة. عدة دول زي الأمة العربية بتجمعها اللغة والدين وعادات والتقاليد والتاريخ، وممكن تكون عبارة عن داخل الدولة أو دولة واحدة زي الأمة البولندية. طيب لما نيجي نتكلم دلوقتي على الوجه الشبه والاختلاف بين الدولة، الدولة السلطة أساس فيها، الأمة لا تتطلب وجود سلطة. الدولة ممكن تلاقي فيها لغات وعادات وتقاليد داخل الدولة الواحدة، يعني سويسرا فيها أربع لغات موجودة عندي. طيب تعالى عندي الأمة، لا ده فيها عادات وتقاليد مشتركة ولغة واحدة، ودي من العناصر الأساسية للأمة زي فكرة الأمة العربية. طيب لما نيجي نتكلم على أنواع الدول طبقا للنظام السياسي بتاعها، بنقسمها لنوعين، دولة مركزية أو دول مركزية ودول لا مركزية. الدول اللامركزية تنقسم لاثنين، دول فيدرالية ودول كونفدرالية. عشان كده النهارده هنتكلم على الدولة الوحدوية أو المركزية. دي بتحكمها حاجتين، مجلس نيابي واحد وحكومة واحدة، دي اللي بتسيطر فيها على كل حاجة جوه الدولة. في المحافظات أو الولايات كلها ماشية بالنظام اللي ماشية بيه الحكومة ومجلس النواب. فهنا بنلاقي فيها جميع السلطات بتاعت الولايات والاقاليم او المحافظات، مجالس البلديه كلها مستمده من قرارات الحكومه المركزيه. طيب لما نيجي نتكلم على خصائص الدوله المركزيه والمواصفات بتاعتها، اولا ليها عاصمه بتركز فيها معظم الانشطه. السكان بتوعهم دايما متجانسين عرقيا، دينيا، ثقافيا. مفيش عوائق من خصائص الدولة المركزية، مفيش عوائق طبيعية داخل الدولة زي مثلا غابة تفصل ما بين الدولة وبين الدولة وبعضها، أو صحاري بين الدولة وبعضها، أو جبال بين الدولة وبعضها. وإن كانت هناك بعض الاستثناءات زي اليابان، هي دولة مجزأة لأن هي عبارة عن أربع جزر، وعلى الرغم من كده تعتبر دولة مركزية. أيضا من خصائص الدولة المركزية إنها مش كبيرة المساحة، وإن كانت هناك استثناءات أيضا في الصين، فهي دولة كبيرة المساحة وأيضا مركزية. يبقى الخاصية الأساسية إن مفيش حاجة تعوق الدولة وبعضها، سواء كان جبال، هضاب، صحاري، وأيضا مساحتها مش كبيرة، وإن كانت هناك استثناءات مثال اليابان والصين. تتسم دايما بالكثافة السكانية المرتفعة، إن مساحتها تعتبر صغيرة بالنسبة لعدد سكانها. وتنتشر الدولة الوحدوية في كثير من الدول، ولكن الدولة المثالية للنظام المركزي هي عندي فرنسا. طيب فرنسا لو بصينا هنلاقي ان هي دولة موجودة عندي دولة مركزية، طبعا فيها كل الخصائص اللي احنا قلنا عليها، ان مجلس نيابي واحد، وعندي فيها ايضا حكومة واحدة هي اللي تدير شؤون الدولة في الولايات بتاعتها. طيب فرنسا لو بصينا حواليها هنلاقي هنا في جهة الشرق ألمانيا، سويسرا، إيطاليا. ألمانيا، سويسرا، إيطاليا. طيب الناحية التانية بقى ناحية الغرب، أسبانيا، بريطانيا. إيه ده، فين بريطانيا؟ آه ده المملكة المتحدة هي بريطانيا. يبقى تاني ناحية الشرق ألمانيا، سويسرا، إيطاليا. ناحية الغرب
اسبانيا، بريطانيا، طب فوقيها في بلجيكا، في هولندا، واقليم صغنن اسمه لوكسمبورغ. يبقى تاني عندي شمالها على طول في بلجيكا هولندا، واقليم صغير اللي هو لوكسمبورغ. طيب بالنسبة للبحار في جنوبها البحر المتوسط، في شمالها وبينها وبين بريطانيا بحر المانش، وده السبب اللي انتوا هتاخدوه في التاريخ اللي خلى في معارك كبيرة ما بين فرنسا وبين بريطانيا، وطبعا نتيجة للقرب، وهتعرفوا ان بريطانيا هي اقوى الدول البحرية الموجودة، بينما فرنسا هي اقوى الجيوش البرية الموجودة عندي. طبعا وده بحكم وجود بحر المانش اللي بين فرنسا وبريطانيا، وخلى دايما النزاع ما بينهم قائم. نيجي بقى نتكلم على الدولة اللامركزية. زي ما قلت لكم بتكون من حاجتين، دولة فيدرالية ودولة كونفدرالية. الدولة الفيدرالية اني انا عندي الدولة بتكون متقسمة لولايات، لمحافظات، ايا كان المسمى يعني، بس كل ولاية بتقوم بكل حاجة هي عايزاه، يعني هي غير خاضعة للحكومة مثلا في بعض الحاجات، ولكن في نواحي فيها زي المالية والدفاع دي لا تخضع لسياسة الولايات او المقاطعات، دي تخضع للحكومة المركزية. يبقى افهم في النظام الفيدرالي ان كل ولاية مستقلة بذاتها وبتعمل اللي هي عايزاه، ولكن فيما عدا النواحي المالية والدفاعية دي بتخضع للحكومة المركزية. طبعا من امثلتها الولايات المتحدة، استراليا، البرازيل، الهند. طب ايه خصائص الدولة الفيدرالية؟ قال لي بص، اولا عندها دستور واحد تنقسم فيها السلطة لسلطتين، سلطة محلية اللي هي بتاعة الولاية، ودي طبعا مختصة بالشؤون الحياتية للسكان، وايضا سلطة مركزية تختص بالوظائف المهمة، الوظائف السيادية زي مثلا السياسة الخارجية، العلاقات بينها وبين الدول، الاقتصاد، الدفاع، الامر الداخلي، كل دي خاصة بمين؟ بالدولة او بالسلطة المركزية. بتتسم بتحقيق توازن بين السلطة المركزية والسلطة المحلية. الشعب ليه الحق، خلي بالك من النقطة دي مهمة قوي، عشان في التشوز يكون للشعب الحق المشاركة في إدارة الشؤون المركزية في النظام الايه؟ النظام الفيدرالي. من حق الشعب انه يشارك في إدارة الشؤون المركزية، من حقه ان هو يكون ليه رأي. لا يمكن ان تتحول الدولة الفيدرالية لدولة كونفدرالية. طيب ايه دولة كونفدرالية دي؟ قال لي بص، دي عبارة عن انضمام دولتين او اكتر بتبقى ما بينهم اهداف مشتركة، وبيبدأوا ينظموا نفسهم في شكل معاهدة، وبيبدأوا ان هما يتنازلوا عن بعض من صلاحياتهم لصالح مين؟ لصالح الدولة او لصالح الكيان الكونفدرالي. ولكن كل دولة تحتفظ بشخصيتها القانونية وعلاقاتها الخارجية والداخلية زي دول الاتحاد الاوروبي. طب ايه خصائصها؟ اولا لكل دولة دستور خاص بيها، علم خاص بيها، نشوف عين تانية، عملة نقدية خاصة بيها، وان كانوا ساعات بيحبوا يتحدوا مع بعض في موضوع العملة زي ما عمل الاتحاد الاوروبي في اليورو. كل دولة بنلاقي فيها حق التمثيل بشكل مستقل، يعني كل دولة لها شكل مستقل لوحدها. الحكومات الدولة الداخلة في الاتحاد الكونفدرالي هي اللي بتقوم بالوظائف السيادية بتاعتها. كل دولة لها عاصمة مستقلة بيها. يمكن الدولة الفيدرالية الكونفدرالية ان تتحول لدولة فيدرالية، لكن العكس ما ينفعش. بس بيقول لي اضعف النظم الموجودة هو النظام الكونفدرالي. ليه؟ لان من حق اي دولة داخل هذا الاتحاد ان هي تنفصل عنه وقتما تشاء، وبالتالي ممكن ينهار الاتحاد زي ما حصل في الاتحاد السوفيتي. عواصم الدولة، هنا العاصمة دي عبارة عن مدينة مهمة جدا، فيها حكومة الدولة ورئاستها، فيها السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيها المؤسسات الكبيرة، فيها سفارات الدول الأجنبية. طيب ايه العوامل الأساسية بنختار العاصمة؟ قال لي بص، أنا عندي كذا عامل. أول عامل الهواء، العامل التاريخي، يعني القاهرة بسم الله ما شاء الله عامل التاريخي اللي كان فيها كبير جدا، فاكتسبت بعض الدول أهمية نتيجة لدورها التاريخي، زي القاهرة عاصمة مصر، روما عاصمة إيطاليا. في عواصم تاني اختاروها على أساس سهولة الوصول، يعني مكانها متوسط بين الدولة، تقدر توصل لأي ولاية من الولايات بتاعتها، زي مدريد عاصمة أسبانيا. أو ممكن بنلاقي إن موقعها مهم بقى على نهر كبير زي مثلا الخرطوم عاصمة السودان. أو بتبص على بحر زي نواكشوط عاصمة موريتانيا على المحيط الأطلنطي. طيب في عواصم تاني اختاروها على أساس الحماية والدفاع، يعني بدأوا ينقلوها في مكان بعيد علشان تكون بعيدة عن الحدود عشان العدو ما ياخدهاش بسهولة، زي مثلا ما حصل عندي في اختيار تركيا لأنقرة عاصمة ليها بدل من اسطنبول. أنقرة تعتبر مدينة بعيدة عن البحر، فمش من السهل إن أي دولة معتدية عليها تقدر إن هي تسيطر على تركيا، وده بيديها عمق جغرافي ويوفر ليها كمان. في عواصم تاني اختاروها على أساس السيادة القومية،
في بعض الدول عندهم قوميات كبيره. يعني ايه قوميات؟ زي ما بنقول كده قبائل، بس بالمصطلح الجغرافي قوميات بقى كبيره. فبنلاقي ان دايما بيحطوا العاصمه في قوميات كبيره، زي مثلا موسكو عاصمه روسيا دايما موجوده ضمن قوميه كبيره موجوده هناك اسمها الغالبيه السلافيه. ايضا من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، بتحاول الدوله ان تكون عاصمتها محصنه بعيد عن الحدود، قال لي عشان يديها عمق جغرافي ووفر ليها الحمايه، زي ما عملوا في انقره عاصمه تركيا لما اختاروها بدل من اسطنبول. طيب ايه هي سمات العاصمه؟ مركز للحكم والاداره، مركز للقوه والسلطه عشان تقدر تسيطر على كل اجزاء الدوله، مركز ثقافي للدوله، حلقه اتصال بين الدوله والعالم الخارجي، كمان ممكن ان هي تكون مكان مهم لالتقاء وسائل المواصلات زي الطيران وغيرها. بنصنف العواصم لفئتين، عواصم قديمه، ودي العواصم اللي ظلت لقرون مركز اقتصادي وثقافي رئيسي للدوله زي روما، لندن، باريس، القاهره. العواصم المستحدثه، ودي العواصم اللي قررت حكومتها انها تنقل مكانها من مكان لمكان، زي ما حصل في اليابان لما نقلت عاصمتها من كيوتو الى طوكيو. طوكيو دي مدينه على الساحل، وضحت اليابان بعامل الامان مقابل ان يكون ليها اهميه تجاريه وحضاريه، ونقلت العاصمه الى طوكيو وسابت كيوتو، على الرغم ان كيوتو مدينه داخليه بعيده عن البحر، يعني برضو مش من الصعب او من مش من السهل ان حد يسيطر عليها. طبعا ده مقابل الناحيه التجاريه والحضاريه. ادي اليابان عندي بتكون من 4 جزر، هوكايدو، عندي جزيره تاني اسمها جزيره هونشو، عندي جزيره شيكوكو، جزيره كيوشو. اليابان هنا في جزيره هونشو هنلاقي كيوتو موجوده في المنتصف، مدينه داخليه. طوكيو اللي هي العاصمه الحديثه دي موجوده جنب البحر. طبعا من الناحيه دي المحيط الهادي، من الناحيه الثانيه بحر اليابان، الدول اللي جنبها الاتحاد السوفيتي، الصين، كوريا الشماليه والجنوبيه. طيب بنتكلم على حاجه تاني، قلب الدوله. دي تعتبر المدينة الثانية في الدولة بعد العاصمة، مدينة ليها أهميتها، ليها ثقلها الاقتصادي والسكاني والثقافي والسياسي، ولا تقل عن العاصمة زي ما عندنا احنا كده مثلا اسكندرية، ويعبر عنها بكلمة اسمها النواة أو قلب الدولة. في بعض المناطق التي سميت بقلب الدولة، بس كل مدينة أو كل منطقة ذات قلب ليها أهمية معينة. يعني مثلا منطقة القلب ذات الأهمية الاقتصادية زي البحيرات الخمسة الموجودة بين كندا والولايات المتحدة، دي ليها أهمية اقتصادية. منطقة قلب ذات الأهمية السياسية زي القاهرة الكبرى. إيه ده، هو في فرق بين القاهرة والقاهرة الكبرى؟ ركز بقى معايا. القاهرة دي عاصمة مصر، القاهرة الكبرى دي جزء من الشرقية وجزء من الجيزة، بالإضافة لمدينة القاهرة دي بنسميها القاهرة الكبرى، ودي فيها المقرات السياسية وبتصدر منها القرارات. منطقة القلب ذات الأهمية الثقافية والدينية، ودي فيها ثقافة، مراكز دينية زي مكة المكرمة الموجودة عندي في الصعيد. منطقة قلب ذات تركز سكاني زي منطقة جنوب أفغانستان، منطقة فيها تركز للسكان الموجودين هنا، وده يعتبر من الحاجات المهمة اللي احنا قدرنا نتعرف عليها النهاردة في الدرس الأول الموجود في الوحدة الأولى. شكرا لك.